هذه اللحظات متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان، نرحب أجمل ترحيب بتشريف سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة حفظه الله، وأيضا سمو الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وسمو الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي. هكذا متابعينا الكرام انطلق في هذه اللحظات الشوط الرابع، وأحيل الميكروفون للزميل حمود راشد اليماحي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيث نجدد اللقاء ونجدد التحية بتحية الإسلام الخالدة، حيث تنطلق ثالث أيام هذا المهرجان الختامي 23 في الفترة المسائية، الشوط المخصص لهذا سن الإذاعة الجعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. على بركة الله تعالى أعلنت انطلاقة هذا الشوط، نطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح في انطلاقة هذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أذهب إلى مقدمة هذا الشوط، سراب من يعلن تواجده على قيادة هذا الشوط، وتعود ملكيته لسمو الشيخ حميد بن عمار بن راشد النعيمي علي بن مهير بن بريشة الاشتبي في عملية التضمير الدور دور المركز الثاني. المركز الثاني أصبح من نصيب المركز الثاني هنا أيضا غير مدون. كلمات الشاعر محمد بن عبد الله الخاطري أداء. المركز الثاني أصبح من نصيب المركز الثاني حفلنا الكريم، المركز الثاني والمركز الثالث ما تعرفنا عليهن، المركز الرابع، المركز الرابع الرابع أصبح من نصيب مربوش لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتعود ملكية مربوش والمضمر عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري. المركز الخامس، المركز الخامس أصبح من نصيب الشمالي لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد بن محمد الخاطري في عملية التضمير. هكذا كان النداء الثاني، النداء الأول إلى من انطلاقة هذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط حفلنا الكريم، هناك أيضا الصدارة. في ظل من تدعي له غلوب وفي الخصال المرح ظالي، شيخ حفاظ الشعب حقوق سعود رمز. نعود الى الصداره حفلنا الكريم الى مقدمه هذا الشوط شاهين، وتعود ملكيته لسمو الشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي محتل صداره هذا الشوط الدور دور المركز الثاني. المركز الثاني ثاني ثاني اصبح من نصيب المركز الثاني حفلنا الكريم من يحمل رقم 9 مربوش لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم وعبد الله بن ثعيلب بن حمد الهايري. غير مربوش، الله غير على صدارته هذا الشوط وانتزع المركز الاول، بينما شاهين على المركز الثاني لسمو الشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي. الدور دور المركز الثالث، المركز الثالث اصبح من نصيب سراب لسمو الشيخ حميد بن عمار بن راشد النعيمي وعلي بن مهير بن بليش اللي اشتبه في عمليه التضمير، ولكن اشوف اللي غير اللان وانتقل الى المركز الثالث اللي هو الشمالي لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي وعلي بن سعيد بن محمد الخاطري في عملية التضمير. المركز الخامس اللي قادم في حفلنا الكريم أصبح من نصيب شمع الذهب لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في عملية التضمير. هكذا كان النداء الثاني، كان النداء الثاني لهذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط.
مربوش من يسيطر على قيادة هذا الشوط لاسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن ثعيلب بن حمد الهايري في عملية التضمير، بينما الوصول على المركز الثاني وصل الشمالي اسمه شيخ صقر بن وليد القاسمي وعلي بن محمد علي بن سعيد بن محمد الخاطري في عملية التضمير. شاهين بدأ أيضا على المركز الثالث لاسمه الشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي وعنان النعيمي في عملية التضمير، بينما المركز الثالث أو الرابع المركز الرابع شمع الذهب لاسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في عملية التضمير. الدور دور المركز الخامس المركز الخامس 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 أصبح من نصيب المركز الخامس حبلنا الكريم. هناك ايضا شقة وصل شقة يا سلام وصل شقة الهجنة الرياسة مع حمدان بن عوض بن شيلة العامري ايضا مقدم لنا شقة على المركز الخامس، بينما المركز هناك هكذا كان النداء الثالث الى ايضا ندائنا الخامس الى ايضا هذا الشوط. اعود الى صدارة هذا الشوط، اعود الى مقدمة هذا الشوط والعود احمد الى صدارة هذا الشوط. يا سلام مربوش ما زال هو من يتربع على عرش القيادة، يا سلام مربوش وتعود ملكيته لاسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبد الله بن ثعيلب بن حمد الهايري في عملية التضمير، بينما الوصول بهذه وصل شقة وصل على المركز الثاني الهجنة الرياسة وحمدان بن عوض بن شيلة العامري في عملية التضمير. يا سلام بينما الوصول من الجنب الثاني هناك الشمالي لاسمه الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد بن محمد الخاطري في عملية التضمير، وشمع الذهب من ياتي على المركز الرابع لاسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان واحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في عملية التضمير. انتقل مباشرة الى المركز الخامس، وصل الذيب وتعود ملكية الذيب لاسمه الشيخ احمد بن سعيد بن رايد النعيمي فايز بن غفان الجابري ايضا في عملية التضمير. يا سلام الذيب ما يبنى على طاري الا عند لوحة الكيلومتر الاخيرة وهو محتل المركز الخامس. اعود الى الصدارة، اعود الى مقدمة هذا الشوط. مربوش هو من يسيطر على قيادة هذا الشوط وما هو من يتصدر قائمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. يا سلام يا سلام، ولكن التحدي من شقة وصل شقة الله يا سلام شقة 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 هو من يخطف المركز الأول. بدأت الأوامر شبه طفيفة الأوامر الله يا سلام، شعار هجن الرياسة شعار هجن الرياسة هو على شقة شقة من يخطف المركز الأول لهجن الرياسة وحمدان بن عوض بن شيلة العامر كما عودنا هذا الشعار الحمر الخطر مر وعبر. يا سلام يا سلام، وبينما شمع الذهب قادم الله 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 يا شمع الذهب هنا أيضا تعود ملكيته اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل هيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. يا سلام يا سلام، المحاولات الأخيرة الأوامر الأخيرة، ولكن شقة خلاص غادر بالفوز غادر بالناموس غادر بالسلام. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شقة وتعود ملكيته لهجن الرياسة مع حمدان بن عوض بن شيلة العامر. عودنا هذا الشعار كما عودنا في هذه المحافل وهذه المهرجانات الرئيسية. ما شاء الله، سلام 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 يا العاصمة، سلام سلام يا عاصمة أيضا أبوظبي، سلام يا الوثبة، سلام سلام وسعد الله مساءكم بكل خير. هكذا وصول ولحظة وصول شقة معلن الفوز معلن التحدي المملوك لهجن الرياسة، وهذا الشعار يحصل على النقطة الثانية في الفترة المسائية في هذا المهرجان مهرجان السوان الثالثة والعشرون. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لحمدان بن عوض بن شيلة العامري على فوز شقة في المركز الأول، بينما المركز الثاني يصل شمع الذهب اسمه الشيخ سلطان بن زايد الهيان. المركز الثالث أصبح من نصيب مربوش اسمه الشيخ حمدان بن سعيد المكتوب، والمركز الرابع
المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ علي بن طالب صقر القاسمي، والمركز الخامس يصل الشمالي لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي. هكذا اعزائي المشاهدين عشنا احلى مساء مع انطلاقه شوط الجعدان المهجنات، ولكن استطاع شقان يخطف الفوز والناموس لهجن الرياسه. تهانينا لهجن الرياسه، والتوقيت الزمني الذي قطع شقان في 9:35 و17 جزء من الثانية. تهانينا إلى هجن الرياسة على فوز شقا. كمان هني حمدان بن عواض بن شيلة العامري. والمركز الثاني، المركز الثاني كان من نصيب شمع الذهب اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان. التوقيت كان 9:48 و12 جزء من الثانية. تهانينا اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان. والمركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب ايضا مربوش. تهانينا الى جميع حيل المكرمون، الى الزميل والمحدث دائما محمد غانم مصطفى، فليتفضل مشكورا.